توجيه كذلك الطلبة إلى الابتكار، وبالتالي ندخل في المربع السحري: التعليم والتكوين العاليين، الابتكار، خلق الثروة، وبالتالي خلق مناصب الشغل. إذن هذا مطالبة منتوج الطلبة على شكل نماذج صناعية يمكن أن نطالب يقدمها إلى وزارة المؤسسات الناشئة، وبالتالي الحصول على وسام مشروع مبتكر وكذلك وسام مؤسسة ناشئة تمكنه من كل التسهيلات لخلق مؤسسته الناشئة، توظيف، خلق ثروة، قيمة مضافة للاقتصاد وخاصة المحلي، وبالتالي نكون حزام من هذه المؤسسات الناشئة على المستوى الوطني التي ستكون قيمة مضافة حساسة جدا وقوية للاقتصاد الوطني.